السلام عليكم. قبل لا نبدأ لا تنسى وضع لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا كنت مشترك جديد حتى تشجعنا ننشر أكثر. راح نبدأ الدرس الأخير إن شاء الله بالHTML. بعد ما درسنا الHTML وماضي التاجات وأخذنا الفورم والفورماتينج وشو نضيف باراجراف وهيدينج وهاي المواضيع. بالأخير أخير موضوع أخذنا اللي هو الليست والتيبل. راح نشرح أخير مجموعة تاجات. عملنا تاجات بسيطة ومجموعة الHTML كله شيء بسيط وشلون تستخدمهن وأقارن لك شنو الHTML 5. يعني كله قرينا HTML. HTML 5 هم نشرحك عليها شوية. فنبدأ أول تاج اللي هو اسمه تاج الستايل. زين شنو الستايل؟ داخل الأفضل داخل الهيد تستخدمه. ستايل هذا تاج ستايل. احنا الستايل اي شيء كل ما تسمع كلمة ستايل بالويب اذا انت تستخدم كود سي اس اس هذا اسمه كاسكيت ستايل شيت. فانت هنا راح تكتب كود سي اس اس مثلا البودي مثلا background color اريد اسوي فد لون FF00 اعتقد المفروض ياخذ هاي اللون. لا ما ياخذ لازم 6 او اقل ياخذ فد لون فاعطينا لون او بداية اكو لون اسمه ود اليوم ما اعرف شنو نسيته فت لون او ريد او ار جي بي اي او ار جي بي مثلا اقل ريد حطيت فت هذا اللون. هنا هذا داخل الصفحة نفسها كتبت هنا ستايل. يعني احنا بالعادة مثلا هنا بالبودي كتب له ستايل مثلا واجيب هذا كذا كنترول اكس نفس النتيجة. هذه الطريقة بدل ما اجي اكتبه هنا كتبته هنا اطلع نفس النتيجة. وبدل ما اكتبه هنا اكتبه داخل هاي واربطها عن طريق لينك. فهذا يسموه external و internal css. هذا تاج ستايل فقط تاج تخليه حتى تكتب داخله الستايل تكتب كود ستايل. عندنا تاج اسمه div div. الديف هو شنو؟ عبارة عن بوكس. يعني شنو استخدام الديف؟ مثلا انت عندك تريد تقسم الصفحة على شكل ديفات على شكل بوكسات كل بوكس بيه مثلا هذا الديف بي نقول بي هيدينج مثلا تايتل وبي باراجراف بي بودي لا 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 مش هذا كتب هنا. فهذا الديف هو عبارة عن بوكس. يعني إذا أجي نسخة الديف الثاني يصير جوال. ليش؟ لأنه هذا أخذ الحيز كله الفوق. يعني إذا أجي إن أنا أقول له ديف إذا أخلي له border one pixel فشوف هذا الديف اللي هنا لنا حدوده هذا خليت له بوردر. طبعا دائما اخلي بوردر الاي ديف حتى اشوف شنو حدوده. فهذا هو رسم بوكس
فأجي هذا تايتل 2 بدي 2 حتى تفرق بيناتهم، فهذا div وهذا div يختلف عن هذا. زين خلي أبعد خليت لك بعدين واحد عن الثاني حتى تشوف انه هذا الديف الاول هذا الديف الثاني، فهو عبارة عن بوكس. عندنا البي اللي قتل عفوا السبان، فمن اقول له هنا سبان شنو فائدة السبان؟ اوكي صارت كلمة هاو داخل سبان، فانا اريد اي شيء انفذه على ال على الهاو اريد من اقول له سبان فونت سلامي. هذا شنو؟ شوف السبان يخليه ياخذ بارت كلمة هو داخل سبان، هذا اللي نفذته عليها. فإذا قلنا سبان فهاي حدود السبان وهاي حدود الدب. اوكي عندنا ذن اثنينات البوكسات، بس الاختلاف هذا الديسبلاي مالته بلوك ياخذ كل شيء، هذاك لا ديسبلاي فما ياخذ كل شيء، ياخذ على قد المحتوى. فرق بين السبان والدب. زين هذا بالنسبه لل HTML. عندنا تاج الايمج مثلا، هذا راح ابدله الايمج شرحناه بس راح اشرحه مره ثانيه. اجل طيب الايمج كتاج هيك شيء ينكتب. زين بي اتريبيوت السورس من اجيب شو اسمه اتش تي ام ال اي دوت بي ان جي، هاي الصوره فضفت الصوره هذا الايمج. السورس يعني السورس يعني مصدر الصوره. عندنا الهاي ارتفاعها مثلا 100 بكسل او بس 100 والويد 100. الاتربيوت ما بيها وحدة قياس داخل السي اس السي اس اس نقدر نضيف وحدة قياس مثلا نصغرها شوي نسويها 80. هذا التاج الايمج. عندك اتربيوت الالت شارعها احنا اوكي نشرحها الت مثلا نيو ايمج او نقول له شو هنا انا شنو هذا الالت هسه ما 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 خارج ما طالع عنها شو. بس اذا صورة ما موجودة مثلا هسه انا هاي الصورة موجودة، اذا غيرت اسمها صارت صورة اصلا ما موجودة، فراح يظهر لي الالت هاي شو اف ايمج نوت ورك، هذا يا طلع لي الالت اللي اكبرها حتى تشوفون الالت. زين هذا الالت عندنا عندنا الاكثر شيء عندنا الاي دي. اي دي وكلاس هذا الاتريبيوت مستخدمات ايضا نشرح بالسي اس اس لان يستخدم بالسلكشن. زين الديف الثاني راح استخدم بيه تاج اسمه فيديو، خلي امسح هذا الفيديو اسمه فيديو، هذاك ايمج اعرض ايمج عندي فيديو. هذا التاج اللي نحكي عنه شوي، تاج الفيديو يعتبر تاج HTML5. احنا قلنا شنو الفرق HTML5 وال HTML؟ HTML5 اجى ضافت تاغات جدد. هسه نشيك شلون مثل هذا واحد عندنا هو تاغ الفيديو، ايضا تاغ عادي بداية نهاية. عندك اتربيوت هنا نضيفه، الاتربيوت الاول اللي هو اوتو بلاي. اوكي هذا التاغ الفيديو بي اوتو بلاي بي كنترول. حلو عندنا هنا بداخله شلون تحدد الفيديو
ميل اتش، فخلي احذف منه حتى شوي لا دهون داخل البودي، احذف هذا كذا. اوكي تاب الفيديو، فيديو عندنا اوتو بلاي. شنو الاوتو بلاي؟ هسه اشرح لك. اسمه اوتو بلاي يعني اشتغل تلقائي، يعني الفيديو اول ما يسوي لود للصفحه يشتغل الفيديو. عندنا الكنترول، هذا شنو الكنترولز؟ يعني اظهر لي التحكم مال البلاي باوس الصوت، هذا اللي تقدم وترجع المسطره او شيء هذا زين. مين تحدد السورس منه؟ تقول له سورس، سورس بي اتريبيوت اثنين مهمات. السورس مين؟ اقول له مثلا عندي فيديو انا حافظه بنفس الفولدر اسمه 5.mp4 المحاضر اللي قبل هاي زين. والتيب مالته فيديو على mp4 المفروض صح، بس شنو المشكلة؟ اللي خضر باسم الفيديو شيكي هذا الويب اسمه 5th.mp4 5th. زين اقدر اتشيك هاي الطريقة، راح اسوي انسبكت سورس. اذا اجي للسورس 5th.mp4 والتيب ليش ما اشتغل هسه تشيكه، هذا هو الفيديو. فإذا أقل لف اثنين هسه هذا شكله هذا خطأ هنا فيديو، كلمة فيديو خطأ اشتغل، مو مشكلة بالسورس مشكلة بالفيديو. فاشتغل على قد الصفحة اللي هو هذا الفيديو وهاي الكنترولز. فسامح في الباوس اجي هنا اريد هاي ارتفاعها مثلا 300 بكسل وال مالته 500. اوكي هسه اكتب. فهذا الفيديو الاوتو بلاي اذا امسحها هسه من اجي احدد الصفحه، اول ما اشتغل الفيديو الا انا جيت اضغط بلاي. الكنترولر اذا امسحت زين اجي ماكو كنترولز اصلا، فاجي الكنترولز هذا الكنترولر او هذا فقط. هذا تاج من ال HTML فايل. عندنا تاجات اللي بال HTML فايل، مثلا ناخذ تاج الناف. ناف يعني اختصار كلمة نافيشن. نافيشن شلون يسمون شلون تتحرك بين صفحات. فالناف شنو الناف؟ عبارة عن هالشي بس اللي هو تقول لي ناف. شنو الفرق بين ناف؟ ان هذا تستخدمه حتى خليه يطلع، مثلا اقول له اي لا تروح لاي مكان، هاي الهاشتاج حتى تقول لا تروح لاي مكان، مثلا هوم هذا الهوم مثلا. عندك الاوتو بلاي عندك الهوم جوجل مثلا هذا يسمون نافيشن هنا. شلون نقول البوكس اللي تخلي بيه شلون تتنقل بين صفحات، تخلي هاي فد علامة حلوة وهي هذا اللي يسموه البايب هيك ناحية كل واحد. طبعا هنا شنو قللت ار جي بي لا حتى قربها من الابيض.
هذا البايب فيج انترنت، هذا الناب فقط. عندنا موضوع، عندنا مثلا الهيدر اللي هو سجان داخل البودي، هذا الناب راح اسوي كنترول اكس حتى اذا عندي محفوظ راح استخدمه. الصفحة تتقسم ثلاث اقسام، عندي هيدر وعندي داخل البودي عندي السكشن عندي الفوتر. هذين التاجات اللي حكينا هنا من تاجات ال HTML5. فانت صارت عندك ثلاثة، عندك الصفحة بيها هيدر، فداخل الهيدر يعني الهيدر الهيد الهيد يعني الرأس، فرأس الصفحة تخلي بيه النافيشن مثلا، وجوا الفوتر مثلا تقول باراجراف بي هاي مال ال كوب رايتس تو مثلا علي تو مثلا اي ري مثلا يعني هذا فه اتش يصير الفوتر، وداخل السكشن تخلي شغلك مثلا هنا أنا الهيدنج شلون بودي. فهيك صفحتك تتقسم ثلاثة حتى تجي تشتغل بالهيد بالهيدر وبالسكشن وبالفوتر. هذا اللي هو ال HTML5، اجى قسم لك وضاف لك تاجات جديدة اللي هن التاجات يعني مثلا داخل السكشن فنقول اكو تيبل تيبل هذا بي بوردر، هذا التيبل بي هم بي تي هيد اللي هو التيبل هيد رأس التيبل، وبي وبي التيبل بدي تيبل فوتر مو شرط تخليه، بس انا اكثر شيء اسوي حتى انا شو اسوي تقول له مثلا رو التايتل زين على يصير فعلا قل تي تي او تي اتش المفروض هنا ايج، فهنا مثلا نسوي تي ار ثاني. فداخل البودي داخل البودي مال التيبل اخلي مثلا هنا قلنا سيل تي دي تي اتش اللي هو الهيدنج، فهنا مثلا اقول عليه 22 زين. شنو الفايده من تي هيد وتي بودي؟ هذا بالستايل مثلا انت تجي تريد تخلي مثلا نقول عندك جدول، الجدول في التوب اللي هذا التي اتش راح تخلي اللي هو راح تخلي داخل تي فوق جوا تخلي هنا العناصر، وجوا في نقل عندك في شيء اسمه مجموع تخلي داخل فوتر. بالستايل انت بس قل اي شيء داخل التي فوت اللي هو تيبل فوتر سوي هيك ستايل، والبودي هيك ستايل، والهيد هذا الستايل. فهي قضية ستايلات وترتيب فقط. هذا ال HTML5. فاعتقد لحد الان شرحنا كل مواضيع ال HTML. فما اعرف اذا في شيء عبرته، اذا واحد ما فهم في شيء موجود التعليقات. اكو موقع مهم جدا جدا اللي هو موقع W3Schools. انا سمين اللي شرحت استخدمت W3 Schools كمنهج.
اتبعت انه انا هيك اول موضوع اشرحه، هيك ثاني موضوع اشرحه، حتى لا انسى فشي واعتقد ما نسيت فشي، واذا نسيت فشي فهو موجود بالموقع، واذا ما فهمت الموقع اكتب بتعليق واني اشرح لك الموضوع من جديد. فهذا دبليو 3 سكولز يسموها معهد عالمي يهتم بالويب ويهتم بتنظيم الويب وتوزيع الويب. فبي انا جيت شرحت ال HTML، من عدة تقدر تدرس HTML ال CSS بلغات الفرونت اند بالباك اند. بي عندك شرح، اسف الانترنت ضعيف عندي ما اعرف شنو المشكلة اليوم، او هو الاغلب هيجي من تركت الشغل بالانترنت اللي صار. ف هذا موضوع ال HTML ان شاء الله فهمتوه، وهذا الدرس الاخير. الدرس الجاي راح نشرح ال CSS. فأنا جيت شرحت لك كل شيء من هذا الموقع بهاي التاجات. عندك بالأخير عندك كويز واكزامبلز هذه المواضيع شوية قراهن. الكويز هذا يختبر أقول لك ارسم لي سوي سوي تاج ليست في كل الليستات، كل التاجات على شكل ليست. طبعا موضوع هسه تذكرته هذين الاثنين ما شرحتهم، راح اشرح لك اياهم هسه. عندك الدوك تيب هذا ثابت، هذا الدوك تيب يعني الدوكومنت تيب، نوع الدوكومنت HTML تاج عادي تخليه حتى المتصفح يفهم انه هذا HTML، هو حتى لو ما كتب لها راح يفهم، بس شيء بروسيسر اسرع. عندك الكومنت، شلون عندك فد نص تريد تكتبه هنا مثلا يقول this is section، فهاي طريقه هاي بدايه الكومنت وهاي نهايته، فأي شيء تكتبه هنا ما ينحسب ولا يرسم. أقول له this is comment، فهذا ما ينحسب ولا يرسم داخل الصفحة ولا يظهر، فقط كومنت حتى أنت تفهمه كمطور. تقدر من تيجي ترجع مرة ثانية تقرأ إنه this is، أكو هنا section معروض ب table مال الأسماء، فهيك عملية. هاي فايدة الكومنت، هذا اكثر شيء، باقي كله تقدر بسيط وتقدر تدرسه، وهو فقط تاجات اتريبيوت. هذا كله مع تحياتي.